كم سي الغزالي معك موقع الصويره الان. حنا في الحقيقه اليوم جينا امام المجلس البلدي اننا باش نتابعوا الدوره الاستثنائيه اللي هي بخصوص هادشي ديال دريشبورغ وهاد المشاكل هذه ديال المدينه. ولكن اليوم انا تلاحظ بان تواجد العديد من الشباب ديال مدينه الصويره، ها هو شباب رياضي فتي. اذا كان ممكن السي الغزالي اي تحطنا في الصوره اشنو هو السبب ديال التواجد ديال هاد الشباب هذا؟ السلام عليكم. التواجد ديالنا هو اننا بغينا استقبال من طرف السيد باشا المدينه. اييه بخصوص؟ بخصوص هو ان هاد المجموعه ديال الشباب راهنا عليها هاد السنه في فريق نصر الامل الصويري، على اساس اننا نديروا واحد التغيير بالنسبه لكل ما يقع هذه المده ديال 17 سنه في مجال كره القدم، بحيث ان هاد الشباب ديال المدينه تعرض لكثير من المضايقات وتم الابعاد ديالو بفعل فاعل ربما. وحاولنا هاد السنه نجمعوا واحد المجموعه ديال الشباب اللي غادي تمثل المدينه ونشوفوا بها المباريات ديال السد، وفعلا هاد اللاعبين قدموا لنا كثير ديال 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 ديال, ديال التطوع، وكانوا رجال معنا وكنحتلوا الان الرتبه الثانيه بفضل المجهودات ديالهم، رغم انهم ما تقاضوا حتى سنتيم الى حد الان، لحد الان مازال ما تقاضوا حتى سنتيم. اذا دابا اسي الغزالي، اذا هاد الشباب واش هو في هذا الفريق ديال النصر، واش هما غير متطوعين اي ما تياخذوا لا منحه لا من المجلس او لا منحه من بعض المؤسسات الخارجيه ولا؟ لحد الان السيد الرئيس هو اللي كيصرف من عنده بوحدو. رئيس اش؟ رئيس فريق نصر الامل، واللي سبق ليه ادى واحد الراتبين للاعبين، لكن لحد الان مازال ما تقاضوش الرواتب ديال الاشهر الاخرى وما تقاضوش اي سنتيم ديال المنح على المقابلات اللي ربحوا لحد الان. الان كنطفروا على تقريبا 32 نقطه، وحتى شي نقطه مازال ما شديناش عليها المنحه. والناس ديال المكتب جزاهم الله كيحاولوا مع رئاسه المجلس البلدي ومع رئاسه المجلس الاقليمي اللي مواعدينهم على انهم غادي يخصوا لهم واحد المنح عما قرب. هذا هو اللي الاخبار اللي كتوصلنا الان من عند الناس ديال المكتب. واخا، واش ممكن اننا نهضروا مع شاب ولا شابين اللي هما رياضيين اللي ضمن الفريق؟ قبل ما تدوز لاي شاب، انا الدخول ديالنا لعند السيد الباشا هو ان الفريق الان كيحتل الرتبه الثانيه، وبدينا كنتعرضوا للمضايقات من الفرع، من الرئيس ديال الفرع ومن الناس اللي كيحوطوا به، لان كنسمعوا الان بان كاين هناك تزوير ديال الاوراق ديالنا او التلاعب في الاوراق ديالنا محاوله باش ان هذا الفريق ما يمشيش لمقابلات السد وتحطيم هذا الشباب اللي هو محطم ديجا. وراكم تتشوفوا بان الاحياء الهامشيه اشنو اللي كاين فيها، معظم الشباب كيتعاطوا المخدرات. الان كتوجد قنابل موقوته الى ما السلطه المحليه والمجلس البلدي والمنتخبون ناضوا وشمروا على السواعد ديالهم وحاولوا ينميوا فعلا هذا الشباب. ان نعطيو الدعم ديالنا الجمعيات اللي ما كتدعمش الشباب ديال المدينه فهذا غير منطقي وغير مقبول. كنتمنوا من السيد الباشا انه يتدخل في اقرب وقت، السيد صاحب جلاله على اقليم الصويره، وكنعرفوا اجا في المناظره الوطنيه الاخرى حول الرياضه، انه يتدخل باش يساعد هذا الشباب هذا اللي كيستاهل انه يتنمى على جميع المستويات. انا بالنسبه ويمكن تاخذ اييه الى ممكن شاب سي رشيد. سي رشيد انت بصفتك سي عبد الحكيم، انت بصفتك كرياضي كاين ضمن الفريق ديال النصر، اشنو هو الطموح ديالك انت شخصيا باش انك تزيد تعطي بزاف في هاد الرياضه هادي؟ اش انتظارات ديالكم؟ وبكل صراحه احنا هاد العام كنا عوالين على التغيير وعوالين على الفرقه تمشي بعيد. تبدل التهميش اللي كان دايرو ذاك رئيس الفرع ديال الصويره، راه معروف رئيس ديال الامن الصويري، كان كياخذ الناس الحق ديالها، وحنا الحمد لله جينا باش نديروا التغيير. فاذا بينا في الاخير كنسمعوا باللي راه عندنا مشاكل في الوراق ديالنا، وهاد المشاكل ما كاينينش حيتاش هما تيجيو تيضغطوا على الدراري منا باش يعطوهم اقوال كاذبه، فهمتي انت؟ راه غادي تكون عارف السيستيم باش تيخدموا هذوك الناس. فهو الحمد لله حنا ضمنا مع هذه الفرقه هذه باش نمشوا على والو، ونتسناو الدعم ديال البلديه والدعم ديال الناس اللي غادي يتعاونوا مع الفرقه باش يكون شي تغيير. ولحد الان راه حنا صابرين، ولكن الناس راه تيضربوا لينا في دارنا وما خلوناش ندوزوا، ما عرفناش علاش. بغاو هما يدوزوا معاهم فرقه من النواحي، ما عرفتش علاش، واش يستافدوا مع الدعم ديال النواحي ولا هادشي، الله اعلم. المهم حنا كنطالبوا من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو في الصويره الان يوقفوا معنا وياخذوا شي اجراءات مزيانه ضد هذا السيد هذا، باش هاد الناس هادو اللي كيضربونا في دارنا باش
باش يكون ان شاء الله شي تغيير في هذه البلاد هذه وتوصل الكره ان شاء الله في وهذا ان شاء الله. اذا هذه رساله واضحه من شباب مدينه الصويره، شباب اللي انهم افضلوا يمشيوا للرياضه عوض انهم يمشيوا لبعض لبعض المسائل اللي تتسيء بالسمعه ديال البلاد. كاينين شباب ديال مدينه الصويره اللي عرفناهم كانوا ضمن خليه، علاش؟ لانهم ساكن ما تلقاوش الدعم، ما تلقاوش اللي غادي ياخذ بيديهم. اذا ها الشباب ديال مدينه الصويره ينتظر تدخل المسؤولين، وتنتمنوا ان ان شاء الله الرساله تكون ديالهم اللي هي رساله واضحه، ما بغاو حتى شي حاجه الا واحد شويه ديال الدعم وتمد لهم يد المساعده من امام المجلس البلدي بمدينه الصويره. شكرا.